السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يعني عساكم تكونوا بخير. معكم مازن درويش، رجعت لكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح ناخذ جولة كبيرة، جولة طويلة، جولة عميقة. أنا ما أعرف كم مدة الفيديو، لكن راح ناخذ جولة لين ما نتفرج على التعليقات. راح نجاوب التعليقات في هذا الفيديو. اللاب طبعا التعليق اللي هجاوب عليه راح يكون موجود أكيد ظاهر بالشاشة قدامكم. الفقرة هذه سويتها كثير، و يعني مرتين تقريبا، وهذه المره الثالثه او الرابعه ماني متذكر، ولكن هنسوي الفقره هذه برضو في الايام الجايه. فاكتبوا لي اي تعليقات تبونها في هذا الفيديو، وان شاء الله راح نسوي هذه الفقره قدام. نتكلم عن السحبه، نتكلم عن السحبه. وينك يا مازن مختفي؟ والله العظيم يا جماعه الخير، كنت في الفتره الماضيه كانت فتره اختبارات. اختبارات ايش؟ اختبارات الجامعيه. اختبارات الجامعيه حاجه كارثيه بالنسبه لكليتي، يعني اختبارات الجامعة الكلية اللي أنا فيها حاجة كارثية، غير إن أنا عديت بفترات صحية صعبة ومرض نحيف، ما يبين إن نحيف، ضغوطات الدراسة وكذا، فعشان كذا صار اللي صار. لكن لازم نمر بهذه الفترات عشان نحدد هل سنستمر أم لا. ها؟ فالمهم يا جماعة الخير، أنا رجعت اليوم بالفيديو اللي هرد عليها التعليقات. اكتب لي تعليقك تحت وانتظر الفيديو القادم، مو القادم القادم يعني، ممكن اللي بعده، ممكن اللي بعده اللي بعده، فبيطلع الفيديو في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، فخلينا نشوف اول تعليق. كمية التعليقات يعني هذا كله ما رديت عليه في الفترة الماضية، هذا كله، والمشكلة كلهم قدرات 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 قدرات، غالبيا قدرات يعني. ها؟ زي ما شفتوا يا جماعة الخير، الموضوع مو سهل، الموضوع مو سهل نهائيا، الموضوع انه كمية تعليقات كثيرة مرة، ف راح احاول في هذا المقطع اني ارد على اكثر التعليقات واهم التعليقات اللي لها علاقه بالقدرات وما شابه بالثانويه وما شابه بالجامعه وما شابه بالكليات، بحيث اني يكون افدتكم افاده كبيره. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا اول تعليق اللي بيقابلني على طول برد عليه. اول تعليق يقول: كيف اذاكر كتاب المعاصر؟ اي دوره ولا لها مقاطع؟ تقريبا هذا التعليق ملخص يعني كمية أسئلة كثير اللي يذكرون من الكتاب المعاصر، لكن أنا بعطيك الرد النهائي، والرد هذا أنا كنت أمشي عليه. كتاب المعاصر أنا ما كنت أذاكر أي دورة له، كتاب المعاصر أنا ما ذكرت أي دورة له، أنا شخص مسكت الكتاب المعاصر، كان معاه كتاب المعاصر أيامها 6 بلس، كنت أذاكر والله العظيم 6 بلس، الحين 7 بلس موجود، كنت أذاكر أتأسس له، كان كل صفحة في 6 بلس يكون والله في باركور فوق، كنت أمسكه وأمسك الكتاب أذاكر منه. تأسست تأسيس تام. بعد ما خلصت التأسيس أنا مسكت كتاب المعاصر وجلست أتدرب عليه، هو نماذج، فأتدرب عليه أتدرب عليه أتدرب عليه، ودخلت الاختبار وجبت الدرجة. لكن كان أي سؤال يوقف عليه في هذا الكتاب ورقة وقلم، أي سؤال يوقف عليه التدريب سواء في التأسيس، رقم السؤال، صفحة، كذا كذا كذا. إيش أسوي بعدين؟ إذا خلصت النموذج أرجع له ثاني، أفتح الباركود تبع الصفحة، كل صفحة فيها باركود، أفتح الباركود تبع عماد الجزيري يشرح السؤال، خلصت السؤال وفهمته. ما فهمت السؤال من عماد الجزيري خليت السؤال بجنب. طبعا في جروبات كثيرة تكون موجودة بالتليجرام، موجودة بالواتس، وأكثرهم تليجرام، والله بصور السؤال برسله في التليجرام. يا جماعة الخير جزاكم الله خير، اللي عنده معرفة عن هذا السؤال يشرح لي وبيرد عليك أكثر من واحد، كلهم ما يقصرون جزاهم الله الخير، كل واحد يساعد الثاني والخير موجود. يعني بالنسبة للكتاب كيف الذاكرة المعاصر، يعني أنا كذا كنت أسوي. وهل له مقاطع ولا لا؟ طبعا له مقاطع، تأسيس له باركود الذاكر من عماد الجزيري. يعني إذا ما عجبك عماد الجزيري بشكل عام، أنت تقدر أنك تدخل دورات، دورات من برا كتاب المعاصر. بكيف دورات برا كتاب المعاصر شرحتها سابقا في الفيديو الأكثر شهرا كيف أذكر القدرات. فهذا الفيديو راح يكون أكيد فيه رد على سؤال إيش الدورات اللي أذاكر منها. السؤال اللي بعده: يا مازن التدريب وش أفضل، المنصف ولا كتاب 140 نموذج حق المعاصر 8؟ ودخل في القوي يعني. وهل يكفي في اللفظي اني اتاسس من مقاطع ايهاب في اليوتيوب والتدريب من دورته واجيب درجه عاليه جدا؟ وبالنسبه للمنصف وش هي، دوره ولا مقاطع يوتيوب ولا منك اسئله؟ واذا منك اسئله وين القاها؟ اول شيء نبدا، هو تقريبا سال ثلاثه اسئله في نفس التعليق، لكن ما في مشكله. يا مازن التدريب وش افضل، المنصف ولا كتاب ال 140 نموذج حق العصر؟ والله انت يعني تعليقك يحير، ولكن هذا شيء وهذا شيء، والاثنين هم اثنينهم بالنسبه لي انا ومعروفين ان هم التوب، يعني كتاب المعاصر ودوره منصف. منصف عنده نماذج، هي دوره وعندها نماذج، فهو يشرح النماذج في مقاطع فيديو، يعني نموذج ياخذ له نص ساعه كذا يشرحه في مقطع فيديو وانت تذاكر عليه. عماد الجزيري
هو مسوي له دورات ايضا، ولكن كتابه عباره عن برضك في باركود جوا، يمكن انك اذا وقفت على شيء تدخل عليه. وش الافضل، منصف ولا كتاب ال 140 نموذج؟ اثنين ممتازين جدا، لكن الخيار راجع لك انت. اذا انت تحب الدورات وتحب دائما الشرح الكثير، ادخل دوره منصف. يعني دوره منصف دائما يشرح اي نموذج، واحيانا يسوي بث مباشر حتى يشرح في البثوث. اما اذا ما مو جو الدورات وكذا، مع ان المعاصر فيه دورات، لكن المعاصر يعتبر افضل كتدريب وكذا. طيب، هل يكفي في اللغوي اني اتاسس من مقاطع ايهاب في اليوتيوب؟ اول شيء نعم، يكفي وبزياده. والتدريب من دورته واجيب درجات عليه؟ طبعا، نماذج ايهاب عبد العظيم 100% نسخ لاصق بحتا، وانا افضلها بصراحه عن كتاب الصندوق الاسود هذه الفتره. يعني سمعت كميه اغلاط مو طبيعيه. بالنسبه للمنصف، وش هي دوره ولا مقاطع ولا بنك اسئله؟ منصف هي دوره زي ما قلت لك، نماذج يشرحها لك ويعطيك الملف وتذاكر منه. هي مو مقاطع يوتيوب ولا هي بنك اسئله، هي مو بنك اسئله، هي نماذج تدريب، نماذج تجي بالاختبار. واذا هي بنك اسئله وين القاها؟ مو بنك اسئله. واذا هي مثلا بنك اسئله، انت راح تلاقي بنك الاسئله موجوده في دورته، هو لازم تشترك، هي دوره مدفوعه. ادعوا لي اجيب القدرات 199 يا رب. يا جماعه الخير، ادعوا للجميع انه يجيبوا الدرجات العاليه، وانا باذن الله اقول لكم انه بيجيبوا الدرجات العاليه. ربنا يوفقكم جميعا، دعواتكم. الله يوفقك، تكفون ادعوا لي. الله يوفقك. فلسطيني؟ طبعا لي الشرف ان اكون فلسطيني، بس لا مو فلسطيني، انا مصري. عندي سؤال، انا الحين التاسيس الكمي كتاب المعاصر 8، واللفظ في كتاب الصندوق الاسود، المصادر هذه باذن الله تقدر اجيب في 80. شوف بقول لك شيء، التاسيس الكمي كتاب المعاصر 8 هذا ما يجيب 80، هذا يجيب 100. انا واحد جبت منه 100، لكن الصندوق الاسود تجيب برضو فيه، بس ما تقفل في الصندوق الاسود لان في بعض الاخطاء. بس عموما المصادر هذه تجيب لك 99 98 مو 80، فضامن انك تجيبها باذن الله. طبعا يا جماعه الخير، مبدئيا انا احاول ارد على الاسئله الجديده، تمام؟ عشان الاسئله الجديده هذول متورطين. يعني متورطين يعني ايش؟ يعني هم تحت الخطر. يعني في اسئله قديمه كثير نسيت ارد عليها، والله مضغوط. ف ما ادري، عدوا من خطر ما عدوا، الله يوفقهم، اسال الله العلي العظيم انهم يكونوا عدوا من الخطر. لكن هذول تحت الخطر الان، فمستعجلين عليهم. بس اذا بديت بتاسيس مع ايهاب 10 مقاطع وتدريب كويزات تليجرام، هذا شيء كويس جدا. تاسيسك مع ايهاب كويس. طيب، الكمي والله العظيم انا تكلمت كثير الكمي. يلا، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الكمي، انت الشيء يرجع لك انت، تفضل دوره ولا تفضل تدريبات على طول نماذج؟ كيف يعني؟ تفضل دوره ولا كتب؟ الدورات والله اني انا ما افهم الا اذا لازم يكون قدامي دكتور او استاذ يشرح لي هذا الشيء عشان اكون معاه متوازن وان افهم هذا الشيء، فهذا يسمى دورات. اما اني كتب، اني انا امسك الكتاب والله العظيم واحل واذاكر وافتح طبعا الكتاب في باركود، اي كتاب في باركود، افتح الكتاب بالباركود حقه يشرح لي، انتهى الوضع خلاص. يعني مو شرط اني ادخل في دوره، كتابي باركود افهم الفيديو خلاص، مو دورات ودفع وكذا. لا، كتاب المعاصر الكمي والله انا بشتريه من اي مكتبه، مكتبه تجي لي اي شيء. هذا بالنسبه للكتاب، بفتحه في التاسيس وفي النماذج. التاسيس طبعا اول شيء بفتح التاسيس، لا حد يجيب كتاب المعاصر يا جماعه ما يعرف شيء في القدرات ويدخل على النماذج، هذا معليش يعني انت وين رايح؟ طيب، الكتاب المعاصر والله العظيم تبدا تمسك التاسيس حقه، كل تاسيس له الباركود حقه فوق في جنب، افتح الباركود من الجوال، افتح الباركود من الجوال، ادخل على اليوتيوب على القناه تلاقيه، تدخل على القناة بتلاقيه، بتذاكر التأسيس، انتهى الوضع. شيء يوقف عليك ورقة وقلم، واكتب الشيء اللي وقف عليك، سؤال صفحة كم، تأسيس كم، وش هو النموذج التأسيس، وارجع ثاني راجع مع عماد الجزيري. ما فهمت منه مثلا، ارجع على قناة التليجرام، اي قناة تليجرام، هو اكيد هيكون له قناة في التليجرام، هناك يكون استفسارات وكل شيء موجودين، هناك يشرحون لبعض، هناك يفيدون بعض البعض، وهناك فيهم الخير، لا عساهم بخير. حط صورتك وسؤالك، الاجابات بتجي لك من كل جميع النواحي. ما فهمت يا جماعه الخير، واحد يشرح لي ثاني، انتهى الوضع عادي. هذا كتاب المعاصر كتب. بالنسبه للدورات والله دوره منصف كمي يعني من اعلى الدورات، فتدخلها تدفع طبعا اكيد، تدخلها وانتهى الوضع، ويجي لك الفيديوهات مشروحه، واحيانا يسوي بثوث مباشره لايف يعني يعطيك الزبده، وتصور كل بي دي اف تصوره وتذاكر معاه في الدورات. انت الوضع، انت لك الخيار واحد من الاثنين. انت وين؟ اي بلد؟ مصر. هل لازم اذاكر الصندوق الاسود كامل ولا لا؟ شوف يا حبيبي، هذا يعتمد عليك انت.
دقيقة واحدة دقيقة واحدة أوي أرجع أرجع. الدراسة الجامعية غيرت شكلي. ما دراسة جامعية وش تبي تسوي؟ طيب يا جماعة الخير، طبعا كان في سوء تفاهم، كان في عمال وكذا، الله يوفقهم. فكمل نكمل انتبهوا بنات، اللي الذاكر علمي هو هي ادبي ومضيعة. اكلت خابور ها؟ اكلت خابور وانا اخوي جبنا العيد اللي بذاك من ايهاب الرياضيات من مهند. لا تاكلون خابور زي بليز. طبعا كلامه صح، انت علمي تمام، لا ذاكر ادبي، بتاكل خابور. جزاكم الله خير. جزاكم الله ايش فيني ما اتكلم. جزاكم الله خيرا. منو الحين اذاكر كمي ولفظي مع بعض ولا اخلص الكمي بعدين ابدا باللفظي؟ شوف يا جماعه الخير، بصراحه اسئلتكم جميله تمام، بس الفكره فكره انه ايش، والله اغلب الاسئله الرد عليها هي انه انت هذا الشيء يعتمد عليك انت، اما اذا انت تبي تشوف تجارب الاخر كيف سوى هذا الشيء، وان انت راح تمشي بنفس اللي سواه ممكن ما تضبط معك، لانه هو يعتمد على هذا الشيء افضل من انه يعتمد على شيء ثاني وانت ما راح يناسبك هذا الشيء. فهمت كيف؟ فانت تقول الحين اذاكر كمي ولفظي مع بعض ولا اخلص الكمي بعدين ابدا باللفظي، هذا يعتمد على الطاقه اللي انت حتستوعبها في مذاكرتك، هذا يعتمد على قوتك. فاذا انت بشيء تبي انت يعني اذا تبي تحسن من نفسك تصير قوتك اكثر، لا ذاكر كمي ولفظي مع بعض، لا تخلص شيء وتخلص شيء، ذاكرهم مع بعض، هذا افضل شيء. يعني انا الحين ما راح اذاكر كمي وبعدين اذاكر لفظي بعدين ادخل امتحان على اني ذاكرت الكمي اخر شيء من شهر، لا، انا امتحاني مثلا الان بعد شهرين، فبذاكر شهر كمي، اول شهر بذاكر كمي واخر شهر بذاكر لفظي وبعدين بدخل امتحان. اخر شيء ذاكرت كمي قبل ادخل امتحان كان من شهرين، فانا الحين اشتفت فت شهر كامل فراح انسى كل شيء، فبالتالي لا راح انظم وقتي في يوم، يوم راح يكون منتظم. كيف راح يكون منتظم؟ والله راح يكون 6 ساعات مذاكره قدرات مثلا، راح تكون والله 3 كمي 3 لفظي، انا ممتاز في الكمي راح اذاكر 2 كمي و4 لفظي، مو ممتاز في الاثنين راح اواظب بين الاثنين واحاول اخلص كل شيء. تذاكر لفظي لحاله وبعدين بعد شهر تذاكر؟ لا لا لا، ولا انا فهمت السؤال غلط فاسف، سيحتاج لك ذاكر الاثنين. قال هل يفضل ان ناخذ دوره اعمال تاسيس كمي ولا تشتري كتاب؟ انت لو اشتريت كتاب في شرح دوا، يعني افضل انك تشتري كتاب، واذا شيء وقف عليك الكتاب يعني حطه زي ما قلت لك في ورقه وبعدين شوف اي واحد في التليجرام يشرح لك، اذا ما فهمت من شرحه ما ادري ايش. لكن انا اشوف ان كتاب عادي، يعني كتاب عادي جدا جدا جدا، واذا انت تحب الدورات ادخل دوره، اثنينهم حلوين يعني عاد ما في مشكله. جيب 93 وخلصت في فرصتي، لو عندي مجال كان حاولت اكثر بس الحمد لله نعمه وفضله. جاني سؤال يقول ينفع للمذاكره ل 2024 على اساس المقطع اللي سويته اللي هو كيف تجيب 100 في القدرات، اهم نصائح للقدرات اللي تكلمت عنه انه انا اذاكر المعاصر واني انا اذاكر الصندوق الاسود. الان في 24 تمام، لا فيديو لحاله سويته، لا تعتمد فيديوهات ايام زمان، فيديوهات ايام زمان يعني كان الوضع غير، القدرات تغيرت جدا، فالنماذج كثرت وصار في تغيرات في النماذج، فالموضوع هذا انك تذاكر من المصادر ايام زمان لا ما ينفع ذاكر 2024 ما عدا شيء واحد، كتاب المعاصر ممتاز جدا بس جيب الاحدث، اعتمد ان الاحدث افضل من الاقدم، هذا شيء جميل. كتاب الصندوق الاسود لا انصح به هذه الفتره. ليش؟ وفي كتاب اخر اصدار نزل كان يقول في مشاكل انه ما في حلول، هذا الشيء اكيد سيء جدا، يعني راح يكون عبء ثقيل على الطلبه اللي يذاكروا هذا الشيء، عشان كذا اقول لك انه صندوق الاسود اصدار مو طبيعي، فلا تجيبه، في افضل انك تدخل دوره ايهاب جميله جدا جافيه جدا جدا. السلام عليكم، ممكن حسابك انستا ضروري؟ انا اخذت نسبة سيئة، اخذت 94 وما عجبتني، شيء يحزن مع اني كنت اجتهدت ودرست. انا والله العظيم يعني ما اعرف بنت ولد، لكن بقول لك شيء والله العظيم وهذه اقولها مو اول مره اقولها، قلتها كثير في القناه، بس اقولها ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن، وهذا الشيء اكيد ما راح يتغير دائما، لكل مجتهد نصيب، وان الله ما يضيع تعب انسان، ما يضيع تعب اي انسان على الفاضي. انت تعبت واجتهدت وكنت قريب من الله ودائما تسوي اللي عليك مع اتجاه الله، كنت دائما
ممتاز، انت خلاص ايش المطلوب منك؟ انا اتكلم والله جد، يعني انا الان، يعني انا الان انسان تعبت في المذاكره، تعبت في المذاكره وسويت اللي علي، سويت اللي علي، سويت العيب بزياده، والله بزياده، انا انسان سويت كذا وبزياده، ما قصرت بحق الله، ما قصرت ابدا، كنت اصلي الصلاه بوقتها، كنت اجتهد، كنت كويس، دخلت جيب النتيجه تحزن، تحزنتني انا، اقسم بالله انك تزعل على النتيجه اللي جت بعد كل اللي سويته، وانك كنت كويس مع الله، وانك كنت تذاكر بامانه، عيب عليك انت اذا زعلت عن نفسك، والله عيب عليك انك زعلت عن نفسك، حرام يعني. موضوع توفيق من الله يا اخي، انت سويت اللي عليك خلاص، توفيق والله توفيق. اذا شيء ما دخلته، يعني اذا شيء انت ما دخلته مستقبليا، الله ما يرضى انك تدخل، لا، لانه ما تعرف انت علم الغيب عند الله، الله كاتب اقدار وكاتب ايش اللي هيصير بعدين، انت ما دخلت كذا، مخطط الله انه هو اذا راح دخلت هذا الشيء راح يصير لك شيء، فربي بيرسل لك الخير ويعطيك الخير، فيقول لك لا ما بدخلك هذا، راح تدخل هذا المكان. فحكمة الله، قدر الله، نحمده دائما. تعليقك جميل جدا، لدرجة انه خلاني اقول كلام كثير، وانه شيء ما يعني ما يحزن، ما والله ما يحزن، انت راجع نفسك، انا اجتهدت قريب من الله، طيب مولي تمام، الحين جيت هذه الدرجة خلاص الحمد لله، لله الحمد، اسجد سجدة شكر لله واقول الحمد لله على ما جاني، هذا الشيء الله كاتبه لي، يعني انا ما راح اعترض على هذا الشيء، انتهى الوضع، وخذ قلب على التعليق، لا تحزن، والله لا تحزن، الموضوع ما يبي له حزن، ما يبي له حزن، سويت اللي عليك، انتهى الوضع. وبس يا جماعة الخير، هنا نكون نهاية المقطع اليوم، ما ادري مقطع اليوم راح يكون 20 دقيقة، نص ساعة، نص حين نص ساعة طبعا، بس رديت على تعليقات كثير، وممكن ما يكون تعليقات كثير، بس تعليقات خلاصة وزبدة القدرات، وخلاصة وزبدة الدورات والمعاصر والكلام هذا كله، لأنه صار كثير مرة هذه الفترة، في نفس الوقت أعطيتكم كم معلومة عني، كم معلومة، في نفس الوقت نحفز ونعطي معلومات وتحفيز في هذا الفيديو. شكرا لكم، لو بقول لكم شكرا لكم من هنا لبكرة عادي. أنا طالب منكم شيء واحد بعد ما سويت اللي علي، خلاص إن شاء الله تكونوا تستفيدوا يعني من النصائح، دعواتكم لي بالنجاح، طبعا الله يوفقكم ويوفق كل الطلبة، كل الدكاترة، كل المهندسين، كل شيء، في فيديو جديد، ما أدري يعني في كمية فيديوهات. اوكي يا جماعة الخير، نكون هذا الفيديو اليوم، لا تنسوا لايك سبسكرايب، فشكرا لكم، اشوفكم في فيديو جديد، دعواتكم، السلام عليكم.